أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. معكم إبراهيم الشربيني والدرس الثاني من كورس كيفية كتابة محتوى حصري ومميز لموقعك الأجنبي حتى لو ما بتعرفش أو ما عندكش خلفية كويسة عن اللغة الإنجليزية. اتكلمنا الفيديو اللي فات عن المقدمة ووضحنا فيها الفرق بين اليونيك كونتنت والدوبليكيت كونتنت في نظر جوجل، وقلنا إن جوجل ملوش دعوة خالص إنك بتنقل مقال أو بتنقل المحتوى سواء نصه أو كله، جوجل ما بيهتمش بالكلام ده خالص، لكن رمى الكورة في ملعب أصحاب المحتوى ده نفسهم وساب القرار في إيديهم. إن حبوا يعملوا روبوت للي أنت بتعمله فجوجل هيعاقبك عقاب شديد جدا، ممكن يوصل لحذف موقعك كامل من جوجل. فالكورة في ملعب أصحاب المحتوى ده بالظبط زي ما هو الحال في اليوتيوب. اللي عاوز يحط فيديو له حقوق براحته، مفيش أي مشكلة، لكن لو حد عمل روبوت كل الموضوع تمام، إن ممكن قناتك توصل لإنها إيه تتغلق كلها. تمام، دي نقطة. نقطة تانية ان جوجل ما بيظهرش المحتوى في الصفحات الاولى الا المحتوى اللي مقدم معلومات حصرية او معلومات جديدة مختلفة عن اللي موجودة في الصفحة الاولى. حتى لو انت جبت محتوى وعملت له اعادة صياغة، جوجل برضو هيبدأ ممكن يشوف المحتوى ده على انه محتوى برضو مش جديد. تمام، وقلنا ان عرفنا ان جوجل بيعرف المحتوى الحصري او المحتوى اللي فيه معلومات مميزه عن المحتوى اللي ما فيش فيه من حاجه اسمها الانتيتيز اللي جوجل بيبدا يقراها من المحتوى ده، وعرفنا ازاي نقراها من اداه سيميلر كونتنت. فطول ما المقال بتاعك مقدم انتيتيز جديده يبقى انت كده في نظر جوجل مقدم محتوى حصري، وطول ما مقالك مقدم نفس الانتيتيز اللي موجوده في الصفحه الاولى يبقى انت كده مقالك مش حصري عند جوجل. طيب، يبقى احنا كده ده كان الاساس بتاعنا في الفيديو اللي فات. ازاي بقى نبدا نطبق الكلام ده عملي ونبدا نجيب انتيتيز جديده في المقال بتاعنا ونبدا نكتب مقال او نبدا ننقل مقال او ننقل او نكتب مقال من البدايه في انتيتيز جديده او في كيورد سنتمنت جديده من في نظر جوجل، وفي نفس الوقت برضو نوصل فيه للصفحات الاولى. طيب، خلينا نبدا الموضوع من الاول. اول اي ويب كونتنت، اي محتوى على الانترنت مقال مكتوب، بيكون في حاجه اسمها ووردز اللي هي الكلمات اللي بتعبر عن المحتوى ده، ويكون في حاجه اسمها انفورميشن، يكون في معلومه من ورا الكلمات دي. الانفورميشن ديت جوجل بيعرفها بالانتيتيز. تمام، طيب الوردز بقى اللي هي ايه، اللي هو تعبير الكلمات، الجمل، المقاطع، الحاجات اللي زي كده. زي ما قلنا الفيديو اللي فات، جوجل ما بيهتمش بالمقاطع او بالكلمات، جوجل بيهتم بالمعلومه نفسها. طيب، يعني نبدا نحل المشكله دي ازاي ونبدا نكتب المحتوى بتاعنا ازاي. اختصارا كده عشان نبدا ندخل في الموضوع على طول، احنا كلنا نعمله خطوتين، هنبدا نطبق خطوتين في كتابه المحتوى الاجنبي بتاعنا. اول خطوه حاجه اسمها كونتنت كيوريشن، تاني خطوه حاجه اسمها ريرايتنج للكونتنت ده. طيب، الكونتنت كيوريشن هنعمله ازاي؟ ان احنا نجمع المحتوى بتاعنا ده من مصادر متعدده، من اكتر من مصدر، وبعد ما نجمع المحتوى ده هنعمل حاجه اسمها ريرايتنج، يعني نبدا نعيد صياغه المحتوى ده. الخطوه دي بتبعدنا عن مشاكل كتير. اولها ان انا ما نقلتش المقال من مصدر واحد وقعدت صياغته زي ما هو، فجوجل هيبدا هيفهم في الاخر ان انا ما قدمتش جديد لان نفس الانتيتيز واحده. تاني حاجه ان انا برضو قسمت النقل بتاعي على كذا موقع او كذا مصدر، فصعب ان هيجي مصدر منهم يقول انت نقل المقال كامل، فانا كده اتخلصت من المشكلتين دول. بس بقى عندي مشكله واحده بس، ان انا برضو ممكن ربما ما اكونش قدمت معلومه جديده فنظر جوجل، لان انا يعتبر برضو ان انا جبت كل اللي انا عملته ان انا بدل ما انقل من مصدر واحد نقلت من كذا مصدر. ايه الجديد؟ الجديد حاجه اسمها الطريقه اللي انا بجيب منها المصادر بتاعتنا. بقى الطريقه اللي انا بجيب منها المصادر حاجه اسمها الكيورد اربيتراج. فاذا انا عشان اجيب المصادر بتاعتي ان انا هبدا اكتب منها المحتوى، بعمل حاجه اسمها كيورد اربيتراج، وهو ده الموضوع كله او ده الاساس كله، ان انا بدور على محتوى من كلمات مشابهه للكلمات بتاعتي، وابدا اخد المحتوى ده احطه في الكلمه اللي انا مستهدفها. كده في نظر جوجل ان انا جبت حاجه جديده، كده في نظر جوجل انا بدات اجيب محتوى جديد مميز عن المحتوى اللي في الصفحات الاولى. يعني باختصار ان انا بستهدف كلمه بحث معينه، وبعدين بجيب كلمات شبيهه لكلمه البحث دي، واروح اجيب المحتوى من الكلمات الشبيهه ديت، واقوم جاي ناقله وعملت عامل لي كونتنت كيوريشن واعاده صياغه، واروح احطه في المحتوى او في الكلمه اللي انا مستهدفها.
كده جوجل هيقول ان انا عندي محتوى مميز وحصري يختلف عن المحتوى اللي في الصفحات الاولى، وهي دي الخطه اللي هنمشي عليها بالظبط. اذا دلوقتي احنا بنعمل خطوتين، هو الكونتنت كيوريشن وبعدين نعمل رايتنج للكونتنت ده. الكونتنت كيوريشن ده هل دي حاجه اصلا موجوده في مجال السيو، وهل هي حاجه متناسبه مع جوجل، او جوجل بيحبها ولا بيكرهها ولا ايه بالظبط؟ اقول لك ان الكونتنت كيوريشن دي حاجه اصلا موجوده في السيو بس احنا ما نعرفهاش، بل بالعكس جوجل بيقدرها وبيحترمها، وبيبدا يظهر المواقع اللي بتعمل كونتنت كيوريشن ده بيبدا يظهرها في المواقع في الصفحات الاولى. لان في فاليو مهمه جدا في الكونتنت كيوريشن انت بتقدمها وانت مش واخد بالك. الفاليو دي عباره عن ايه؟ عباره عن انك انت بتقدم مصدر شامل عن كلمه البحث دي، بدل ما الزائر يقعد يلف في مواقع كتير. جوجل مش عاوز كده، جوجل عاوز موقع يدخله المستخدم بتاعه اللي بيبحث يدخل على موقع واحد يجمع له كل المصادر اللي هو عاوزها. فانت بتقدم فاليو قويه جدا في انت بتعمل كونتنت كيوريشن، وهي انك انت بتجمع كل المواقع كل الحاجات اللي المستخدم عاوزها في مصدر واحد فقط. فدي الفاليو المهمه جدا انت بتقدمها. طيب الكونتنت كيوريشن تولز بقى، لو انا مثلا عاوز اعمل كونتنت كيوريشن ايه الادوات اللي ممكن استخدمها في كده؟ اي اداه فيها قواعد بيانات لمحتوى تقدر تستخدمها في الكونتنت كيوريشن. طبعا اكبر واضخم قاعده بيانات معروفه هو جوجل، بس جوجل بيظهر لحد ايه؟ 100 نتيجه بس. لكن في مواقع بتظهر اكتر من 100 نتيجه في كلمه البحث دي، زي ايه مثلا؟ زي سكوب دوت ات دوت ات. سكوب طبعا بيديك 7 ايام مجاني تقدر تبحث عن اي كلمه بحث وتشوف المصادر بتاعتك مثلا لحد سنين فاتت. زي مثلا كونتنت ستوديو. كونتنت ستوديو برضو عباره عن كونتنت ستوديو دوت اي او، عباره عن قاعده بيانات برضو من المحتويات من المحتوى لحد اكتر من، هو الكونتنت ستوديو ده بدا من حوالي 3 سنين، لحد 3 سنين فاتوا بيحفظ قواعد البيانات. عندك برضو بس سومو لو انت عندك الحساب اللارج بتبدا عندك 5 سنوات تبدا تبحث عن المحتوى لحد 5 سنوات فاتوا، بشرط ان الموقع يبقى لسه لايف. في عندك برضو اتش ريفز الكونتنت اكسبلورر، بقت رائعة جدا جدا اتش ريفز في الكونتنت بتاعتها. ده الفيرجن رقم 3 دلوقتي، الفيرجن رقم 2 في التسجيل، والفيرجن رقم 3 هتنزل في اتش ريفز قريبا. يعني انت بديك اهو كلمة بحث كتبتها في اتش ريفز ادانا 6000 نتيجة للمحتوى بتاعي، فبقى عندي برضو مصدر كويس جدا ان انا اقدر اعمل منه كونتنت كيوريشن. فأي مصدر او اي قاعدة بيانات فيها المحتوى دوت، فيها محتوى كمية محتوى بشكل كبير، دي تعتبر أداة كونتنت كيوريشن. لكن أنا شخصيا بستخدم جوجل فقط، وبستخدم جوجل في الكونتنت كيوريشن. فأيا كان الأداة اللي أنت تستعملها سواء جوجل المجاني أو غيره من أدوات الكونتنت كيوريشن، فكل المطلوب منك أنت حاجتين. أول حاجة أنك أنت تكون فاهم كويس قوي كلمات البحث بتاعت المجال بتاعتك عشان تقدر تعمل حاجة اسمها كونتنت كيورد اربيتراج، زي ما قلناها في الاول انك انت بتشوف كلمات مشابهة للكلمة بتاعتك وبتحاول تدور على محتوى في الكلمات المشابهة ديت، وبعدين ترجع تاخد المحتوى ده تستهدف بيه الكلمة بتاعتك الاساسية. او انك انت بتكون عارف برضو مواقع او مصادر في المجال بتاعك عشان تقدر تاخد منها معلومات او حاجات تفيدك في كلمة البحث بتاعتك. ازاي؟ تعالوا مثلا نشوف بعض الامثله. دلوقتي مثلا لو انا عاوز اكتب عن كلمه بحث مثلا cheap VPS under 5 دولار، يعني مثلا ايه الفي بي اس؟ الناس بتكتب على جوجل انها عاوزه تشتري في بي اس اقل من 5 دولار. ده كلمه تجاريه وسهل جدا، اولا كلمه سهله المنافسه وسهل توصل في الصفحات الاولى، بس احنا عاوزين محتوى نبدا نحطه للناس عشان في مدونه نقدر نقول للناس ان في عندي كذا حاجه كذا في بي اس اقل من 5 دولار في الشهر لو انت عاوز تشتري. اجيبه منين؟ طبعا من خلال دراستك للمجال انت بتبدا تعرف المواقع اللي تقدر تلاقي فيها التشيب في بي اس. فليكن مثلا عندي انا مثلا كواحد عارف المجال ده ودرسه، فمثلا عارف ان في موقع اسمه lowendbox.com. الموقع ده عباره عن زي منتدى كده لاصحاب السيرفرات او اصحاب الهوستنج، بيبداوا ينزلوا عروض خاصه جدا باصحاب لو اند بوكس. فبتبدا تشوف العروض عندك ايه، هتلاقي مثلا في بي اس لسه نازل اهوت 21 دولار في السنة، أقل من 5 دولار كمان اللي مطلوبة. وهتلاقي عندك مثلا 25 دولار في السنة أقل من 5 دولار. عرفت ازاي؟ كل الموضوع منك بس انك انت هتبدأ تاخد الشركات او العروض ديت وتبدأ تعملها تجمعها كلها في مدونة واحدة. يعني مثلا الموقع ده ماي هوستنج سيرف ده مقدم 3 جيجا رام
ومش عارف اس اس دي في بي اس راح $20 في السنه. بتبدا انت تكتب ايه، تبدا تاخد الكلام عن الشركه ديت، تبدا ايه، يبقى انا كده عندي اول ايتم في التشيف في بي اس. لو انا مثلا هكتب مقال عن 10 في بي اس اندر 5 يو اس دي، ده اول حاجه عندي مثلا، اول شركه عندي. الشركه الثانيه في بي اس فورتشن مثلا، الشركه دي بتقدم الفي بي اس $25 في السنه، وهتلاقي برضو كلمتين عن الشركه ديت، تبدا ايه تحطهم مع لينك الافيليت بتاعك لو انت عاوز تسجل في الشركه مثلا، وهكذا. عرفت ازاي؟ او انا جاي بقى واخد المحتوى ده اللي انا مثلا هجمع 10 شركات مثلا الفي بي اس بتاعهم اقل من $5، اروح اعمل منه مدونه بلوج مدونه، وبعدين ابدا ايه انشر مدونه بكلمه البحث بتاعتي عن تشيب في بي اس اندر 5 يو سي دي، وليكن مثلا كلمه بحث تانية رانك تراكنج تول. دي كلمه متوسطه المنافسه او صعبه المنافسه، وعاوز اوصل فيها للصفحات الاولى في جوجل، وعاوز اكتب محتوى عن الرانكينج تراكنج تول. طبعا انا ما اعرفش ايه ادوات الرانك تراكنج تول كلها، لكن انا اعرف منهم مثلا اداه مثلا وليكن سيم راش، اعرف اداه سيم راش ديت انها رانك تراكنج تول، بقدر اعرف منها الرانك بتاع موقعي في كلمات بحث معينه. بس انا عاوز اجيب مثلا اعمل تجميعه لكل ادوات الرانك تراكنج تول، مثلا الرانك تراكنج مثلا، اعمل مثلا ايه تجميعه ل 20 اداه او 30 اداه، اجيب الحاجات دي منين؟ لو دخلت على جوجل بالكلمه ديت هلاقي ايه، هلاقي المواقع المعروفه، ما قدمتش جديد فجوجل طبعا مش هيشرفني. فاعمل ايه، ابدا اشوف مثلا اداه انا اعرفها وليكن سيم راش او اتش ريفز، وابدا اروح على جوجل اقول له مثلا تولز لايك اتش ريفز. شفت الاربيتراج هنا ازاي؟ شفت هنا في الـ التشيف في بي اس انا كنت عارف مصدر اللي هو اللو اند بوكس، هنا في الرانك تراكنج تول انا عارف كلمه مشابهه، يعني انا اكتب ايه تولز لايك اتش ريفز بس وخلاص، بدا يجمع لي ان في عندك الترناتيف للاتش ريفز مثلا، او الترناتيف للسيم راش. الالترناتيفز دول اللي هم الشبه الادوات اللي شبه اتش ريفز او سيم راش، دول بيستخدموا كرانك تراكنج تول. فانا لما جاي واخد المحتوى هنا اروح احطه هنا، استهدف بالكلمه دي، هو ده الكيورد اربيتراج. برضو لاني برضو في النتائج طلع لي في حاجه اسمها الترناتيف 2. طلع لي موقع اسمه الترناتيف 2، طلع لي مثلا حطيت في اتش ريفز بدا يجيب لي مواقع كتير زي سيميلر ويب موز سيربستات وهكذا، سيم راش كيورد فايندر ماجيسك. شفت كل ديت حاجات اقدر اعمل بيها رانك تراكنج. اخد بقى انا كل اخد بقى اعمل بقى انا مدونه عن 10 مثلا، عن 10 رانك تراكنج تولز بستهدف بيهم الكلمه دي، وابدا اكتب بقى مثلا شويه عن سيميلر ويب، وشويه عن موز، وشويه عن سيربستات، وشويه عن سيم راش، وهكذا، وابدا اجمع مقال كامل. عرفت ازاي؟ هتلاقي برضو هنا ايه اهو، حد عملها اهو، ذا بيست رانك تراكنج تولز فور بلوجرز اهو، ده مقال مثلا هو عامله. كل اللي عمله ان هو بدا يجمع الادوات ديت، وبدا يكتب عن ايه، عن كل موقع او كل اداه فيهم شويه، عمل مقدمه الاول وبدا يكتب بقى عن كل اداه شويه، كيورد فايندر اهوت بدا يكتب عليها، وعمل مقال شامل كبير وفي لينك الافيليت بتاعه عن الكلمه دي واستهدف الكلمه دي. طيب نشوف مثلا كلمه تانية. لو انا مثلا عاوز اجيب اكتب مثلا اختار كلمه وليكن تشيب هوتلز ان باريس، يعني مثلا واحد رايح باريس وعاوز مثلا يعرف ايه الاوتيلات الرخيصه في باريس، فبيبحث على جوجل. طيب وطبعا الاعلانات ادسنس بتاعتها عاليه وغاليه جدا يعني، ففرصه ان انا اكسب من اعلانات او من الافيليت بتاع الكلمه دي. طيب انا عاوز اجمع مثلا مصادر عن ايه الاوتيلات اللي في باريس رخيصه، سعرها رخيص، فاعمل ايه؟ انا مثلا راجل دارس المجال وعارف مثلا ان موقع سكاي سكانر دوت كوم، الموقع ده بيبدا يقدم لي خدمه البحث عن الاوتيلات الرخيصه. في ناس كتيره من اللي بيبحثوا عن جوجل عن كلمه تشيب هوتلز ان باريس ما يعرفوش سكاي سكانر دي، يمكن حتى بعض الناس اللي سامعيني ما يعرفوش الموقع ده. فالموقع ده بيقدم الحاجات الرخيصه، فانا وانا جاي مثلا ايه واخد 10 اوتيلات من دول وابدا اتكلم عنهم، وادور على جوجل عن ريفيو عن كل اوتيل فيهم، وابدا اكتب كلمتين عنه. عرفت ازاي؟ بدات ايه اجمع مقال كامل. تمام، دي مثلا حاجة أنا عارف المصدر بتاعها سكاي سكانر من دراستي للمجال. في حاجة ما كنتش عارف الموقع بتاعها، كنت عارف الكيورد أربيتراج بتاعتها.
طيب نشوف مثلا ايه كلمة، وليكن بيست جلوتين فري دوج فود. يعني انا واحد بدور على الدوج فود، الاكلات للكلاب لكنها جلوتين فري، ما فيش فيها جلوتين، عشان الكلب بتاعه عنده حساسية من الجلوتين. فاعمل ايه؟ بروح مثلا، انا عارف ان ممكن الاقي الاكلات دي على امازون، اروح مثلا على امازون وابدا ادور عن مثلا دراي دوج فود، هيبدا يطلع لي الاكلات. هلاقي هنا في امازون مثلا، انا دارس امازون وعارف ان هنا امازون في اختيار هنا ايه، جلوتين فري. شايف؟ ضغطت على جلوتين فري ديت، بدا امازون يظهر لي كل الاكلات اللي ما فيش فيها جلوتين. بدا امازون يبدا يفلتر لي كل الاكلات اللي ما فيش فيها جلوتين، فكل اللي عندي في الصوره ده اكلات بدون بروتين. فسهله جدا ان انا ممكن اعمل مثلا ايه 20 مثلا جلوتين فري دوج فود مثلا، وابدا اتكلم عن كل واحده فيهم كلمتين، وابدا اعمل ايه لينك، احط فيه لينك الافيليت بتاعي مثلا في المقال ده زي ما الاخ ده عامل مثلا. تمام، هتلاقي برضو نقل الحاجات من على امازون اهوت افيلبل البرايس برضو جايبه من على امازون. طيب لينك الافيليت بتاعه ماشي. طيب ماشي، فده عملنا ايه، عارفين المصدر، وبدأنا ناخد ايه ناخد المحتوى نحطه في الكلمة اللي احنا عاوزينها. طب نشوف كلمة تانية، واحد مثلا بيدور على ووردبريس ستايل ووردبريس للايجنس بتاعته، فعاوز ايه مثلا، عاوز يجيب ستايل ووردبريس مناسب للديجيتال ايجنس بتاعته، فدي كلمة البحث اللي انا عاوز استهدفها. فاعمل ايه، هتلاقي كل الصفحة الاولى طبعا عبارة عن كلها ايه، مقالات مدونات. طيب انا مثلا عارف ان موقع سيم فورست عليه السمات دي، فانا عاوز اجيب سمات مفيده للناس في اللي بيدور، اللي عنده عاوزين يفتحوا ايه ايجنسي يعني. فاكتب مثلا كلمه سيو ووردبريس، لان سيو طبعا ايه طبعا الديجيتال، فهلاقي مثلا ايه الستايل ده 13,000 مبيعا، وابدا اخد اللينك بتاعها واتكلم عن الستايل ده كلمتين، واحط لينك الافيليت، وهلاقي برضو الستايل التاني ده $58 و2000 تبيعه، وعليه عليه ريفيوهات كويسه، فهيعجب الناس. فانا كل اللي عملته ان انا اجمع تشكيله من الورد بريس سيمز من هنا من سيم فورست، وابدا اتكلم عن كل سيم منهم شويه، واحط لينك الافيليت بتاعي، وابدا استهدف كلمه بحث ديجيتال ايجنسي وورد بريس سيم. طيب برضو مثال تاني او مثال اخير، كلمه فري ايمج هوستنج، انا مثلا عاوز استهدف الكلمه دي، اعمل ايه؟ لو كتبتها على جوجل هبدا الاقي مواقع كتيره بتتكلم عن فري ايمج هوستنج، لكن هلاقي مثلا مدونتين او ثلاثه اللي بس اللي كاتبين تجميع او كونتنت كيوريشن لمجموعه المواقع الايه الايمج هوستنج. فانا عارف مثلا ان من احد المواقع المشهوره في الايمج هوستنج ومش موجوده في الصفحه الاولى فليكر، فاعمل ايه، اروح على موقع اسمه سيميلر سايتس، بيبدا يجيب لي المواقع اللي شبيهه بالمواقع اللي انا عاوز، فانا اكتب له موقع فليكر. تمام، ويبدا يطلع لي المواقع اللي شبيهه بتاعته ايه. انا عارف ان موقع فليكر دوت موقع مشهور ل ان انا الناس تعمل هوستنج للصور بتاعتها، فلو كتبت هنا في سيميلر سايت الكلمه دي هيبدا يطلع لي بقى ايه مواقع مش موجوده في هنا، مش موجوده في الصفحه الاولى في جوجل، فجوجل هيعتبرها محتوى حصري. فده ايه مثال ممتاز جدا للكونتنت كيوريشن، اللي انا اقدم برضو حاجه جديده مش موجوده في الصفحه الاولى. دي كلها امثله، ابدا اخد كل موقع منهم وابدا ازوره وابدا اكتب كلمتين عنه حتى من خلال وصف الموقع. يعني مثلا الفليكر وصف الموقع بتاعه ممكن مثلا اكتب فليكر ريفيو عشان يبدأ يجيب لي برضو كلمتين عن كلمة عن موقع فليكر. تمام، ايه تاني موقع هيطلع لي مثلا موقع تاني زي فوتو زون مثلا، ابدأ اكتب فوتو زون ريفيو مثلا، وابدأ اشوف برضو الناس كاتبين ايه على الموقع ده، وابدأ اخد انقل المحتوى عن الكلمة دي. اقوم جاي مجمع لي مثلا 10 مواقع مثلا فري ايمج هوستنج، واقوم جاي عامل منها مدونة وانشرها في الصفحة الاولى. طيب زي ما قلنا طبعا، بعد ما نجمع المصادر بتاعتنا سواء من الكيورد اربتراج او سواء من المصادر اللي انا اعرفها من خلال دراستي للمجال، ابدا ان انا ايه اجمع المقال بحيث يبقى مقال حصري معايا.
طيب هل كده المقال حصري مجرد ان انا جمعت ان انا عملت كوبي بيست لكل حاجه؟ لا طبعا، لازم اعمل له رايتنج للكلمات الحاجات اللي احنا جمعناها. طيب خلينا نشرح الموضوع بشكل عملي اكتر ومثال عملي ناخده من الصفر عشان الامور تبان لنا بشكل افضل. كل المطلوب منك وانت بتكتب المقال بتاعك او بتعمل له كونتنت كيوريشن انك لازم تفهم ابعاد كلمه البحث بتاعتك وما وراء الكلمه دي عشان تقدر تجيب كلمات مشابهه تقدر تشتغل تعمل عليها كونتنت كيورد اربيتراج ثم كونتنت كيوريشن ثم مرحله السبين اللي احنا اول الرايت اللي هنقول عليها. طيب دلوقتي معانا مثال بسيط وهو مثلا دوج جين ويت. الكلمه ديت متوسطه المنافسه، ما هي صعبه المنافسه قوي بس متوسطه وعليها ترافيك كويس، وفي نفس الوقت برضو ممكن تحقق لك بيع كويس لو انت عاوز تعمل مثلا متجر عن او شوب عن اونلاين شوب عن مثلا اكلات الكلاب او كده، عاوز تبيع الدوج فود اونلاين مثلا. فانت مثلا ايه عاوز الناس اللي بتدور على حاجه تغذي الكلاب او اكل الكلاب او كده اللي عاوزين يزيد وزنهم. فمثلا كلمه بحث دوج جين ويت ديت اللي بيبحث عليها عن جوجل عاوز ايه منها او ايه الابعاد الكلمه ديت؟ ابعادها بكل بساطه ان عنده مثلا كلب وهزيل او ضعيف فعاوز يسمنه شويه. طيب انا اخد المشكله ديت اروح ابدا ايه ادور عليها على جوجل وابدا الم المحتوى من الكلمه دي. طيب فليكن مثلا الكلمه اللي انا حبيت اكتبها مثلا في جوجل ماي دوج از سين، يعني الكلب بتاعي هزيل او ضعيف، فيبدا جوجل يطلع لك ايه كلمات ومواقع وغيرها تبدا تعمل منها الكونتنت كيوريشن. بنحاول نمشي على اساس الاسئله اللي الناس بتسالوها ايه على جوجل في كلمه البحث مثلا اللي احنا نعملها اربيتراج دي. فهنروح على سيميلر كونتنت وبعدين ارتكل انايزر وبعدين نكتب الكلمه بتاعتنا اللي احنا مثلا هنعمل عليها الكيورد اربيتراج. تمام، هتبدا سيميلر كونتنت تطلع لي افكار ل ابدا اخش هنا على الكويتشنز، انا الاقي هنا سيميلر كونتنت تبدا تطلع لي حوالي اربع اسئله. الاربع اسئله دول مهمين جدا، حاول تجاوب عليهم في المقال بتاعك عشان تقدر ايه تغطي كل الناس محتاجينه في المقال بتاعك دول. يبقى انا هغطي الاربع اسئله دول في المقال بتاعي. طيب فانا عندي الاربعه هم وليكن مثلا هاو دو اي جيت ماي دوج تو جين ويت. الاربعه دول بيدوروا على ايه؟ بيدوروا ان هو عاوز يعرف الطريقه. اول سؤال معناه برضو بابعاد الكلمه ديت ابعاد ان هو عاوز يعرف ايه الطريقه او ايه الحاجات اللي ممكن تخدمه. ما يعرفش اي حاجه خالص من الصفر، هو ما يعرفش حاجه ان ايه اللي ممكن يزود الوزن بتاع الكلب بتاعه. تاني سؤال بيقولك ازاي اعرف ان الكلب بتاعي هزيل او لا؟ ازاي اعرف؟ هو ما يعرفش، يعني واحد اللي هو بيسال اللي بيكتب السؤال ده ما يعرفش هل الكلب ده هزيل ولا لا. تالت سؤال ايه الاكل اللي ممكن اكله للكلب بتاعي الهزيل او الضعيف؟ رابع سؤال ليه الكلب مثلا وزنه بيقل بالرغم ان هو بياكل؟ فالاربع اسئله دول لو انا غطيتهم في المقال بتاعي هبدا احل مشكله الايه ان الدوج بتاعه او الكلب بتاعه هزيل او ضعيف، وابدا احط لها كيورد اربيتراج الاقي ان ايه في الدوج جين ويت. عرفت ازاي؟ فهناخد السؤال الاول مثلا ايه وهليكن هاو او دو اي نو اف ماي دوج از تو سين. ده سؤال الناس بتكتبه على جوجل، يبدا يطلع ايه بعض المقالات او بعض الافكار. هناخد مثلا منها، انت طبعا بتقعد تقرا وبتاخد فكره عن المجال، بتقعد تقارن بين المواقع النتائج اللي طالعه لك وبتاخد مثلا النتيجه تبدا تاخد منها ايه مقطع او حاجه. طيب وليكن مثلا احنا اخترنا النتيجه دي او اللينك ده، بتبدا تاخد مقطع وليكن مثلا ايه بعد قراءه المقال سريعا كده وانت طبعا فاهم المجال، بتاخد المقطع تمام اللي انت عاوز تعمله كوبي وتروح على ملف اكسل على ملف وورد وتبدا تعمل بيست للمقطع ده مثلا. تمام، وتشوف مثلا البوينت اللي في المقطع ممكن تاخدها اللي ازاي تعرف ان الدوج مثلا بتاعك هزيل او ضعيف، ده مثلا نقطتين او حاجتين بيقولوا لك المقال بيديه لك عن انك ازاي تعرف ان الكلب، تعمل اختبار يبين ان الكلب بتاعك هزيل او لا، ونبدا برضه ننقلهم برضه كوبي وبعدين ايه اروح على ملف الايه الوورد بتاعي ابدا انقله. يبقى انا كده جمعت اول مقطع وهو ازاي ان انا اقدر اعرف ان الكلب بتاعي ده ضعيف ولا لا. قدرت ان انا ايه اجيب مقدمه زائد خطوتين بساط كده ابدا اتكلم عنه. طيب بعد كده هنشوف السؤال التاني، why my dog is losing weight even so he is eating، يعني ليه الكلب بتاعي وزنه بيقل بالرغم ان هو قاعد ياكل. تقعد تألف النتائج، قلبنا في النتائج وبعدين طلعنا مثلا بالايه بالنتيجه دي باللينك ده.
فهناخد مثلا منه برضو مقطعين، برضو ناخد منه المقطع بعد القراية. طبعا انا طبعا بوفر عليك وقت الفيديو، بعد القراية ناخد مثلا المقطعين دول على السؤال ده. تمام، يبقى انا كده جمعت ايه، حاجتين. تمام، جمعت المقطع التاني. المقطع السؤال التالت، هاو دو اي جيت ماي دوج تو جين ويت، يعني دلوقتي بقى ايه، عاوز بقى يعرف ازاي يزود وزن الكلب بتاعه. كذلك برضو دخلنا على لينك من احد اللينكات وبدانا نشوف ثلاث خطوات عمليه، اهو الهيلث ويت والفاتن يور دوج. فاتن يور دوج يعني تزود حجم او تخلي الدوج بتاعك يسمن يعني. فبدانا نجمع الحاجات ديت نحطها برضو في الاكسل وهكذا. السؤال الرابع، وات شود اي فيد ماي اندر وود ماي اندر ويتد دوج، هنلاقي برضو بعض النصايح هنا، الانواع اللي ناخد انواع الفود اللي ممكن ياكلها الكلب عشان يزيد وزنه. بدانا برضو نسخها في ملف الوورد بتاعنا. المهم بعد ما نسخنا كل ده طلع عندنا مقال من 1500 كلمه. تمام، مقال كامل بيغطي الاربع اسئله. على فكره مش شرط ان انا اكتب الاربع اسئله في كلمه البحث، المهم ان انا اجاوب عليهم، لان الاربع اسئله دول هيبقوا في دماغ المستخدم او الباحث في جوجل، مش لازم ان انا اكتبهم في كلمه البحث في المقال بتاعي، المهم ان انا اكون جاوبت عليهم. وجوجل بيفهم المقالات وبيقدر ايه يجاوب عليهم لو لقى المقال بتاعك فيه اجابه للسؤال ده. فبعد ما جمعنا المقال خلاص نبدا بقى نعمل رايتنج للمقال ده. هنروح على ده سيميلر كونتنت، احنا كده خلاص جمعنا المقال. هل ينفع ان انا انشر المقال ده كده بالمنظر ده؟ لا طبعا ما ينفعش تنشره بالمنظر ده، لانه برضه لسه مقال منسوخ، واحتماليه ان حد يعمل ريبورت على المقال بتاعك انه مقال منسوخ برضه لسه ما زالت موجود، لانك ناسخ برضه. يعني مسخنا هنا ونسخنا هنا حوالي كام، حوالي هنا 250 كلمه، ونسخنا هنا كام كلمه من المقال التاني، حوالي 360 كلمه وهكذا، ومن المقطع المقال الثالث حوالي 200 كلمه وهكذا. عرفت ازاي؟ فاحنا هنا نقلنا برضه، ففي احتماليه ان حد يعمل ريبورت للمقال بتاعنا. فايه الحل؟ الحل ان انا اخد المقال كله وابدا اعمل له رايتنج على اداه سيميلر كونتنت. اروح على اخد اعمل كوبي للمقال واروح على الارتكل رايتر بتاع سيميلر كونتنت وابدا انسخ المقال بتاعي. تمام، وابدا اختار اللغه الانجليزيه، ان انا هكتب اعيد صياغه المقال باللغه الانجليزيه. ماشي، اول حاجه بقى تبدا تعملها عشان تظبط المقال بتاعك، اولا اي مقطع بتنزل تاخد سطر بس، كل موضوع انك بتعمله انت بتنزل سطر، المقطع التاني سطر. اداه سيميلر كونتنت مهم جدا انك انت تقسم المقاطع تحط سطر بين المقطع والتاني. تمام، ولو في عنوان حتى كمان بتايه بتسيب سطر، مقطع تبدا تسيب سطر. تمام، تبدا تقسم المقال لمقاطع ورؤوس عناوين برضه لازم تسيب وهكذا. بعد ما ظبطنا المقال خلاص تمام كده وعملنا مسافة بين كل مقطع والتاني وبين كل حتى عنوان، والعنوان مثلا هو عنوان او السب هيدنج والمقطع بتاعه. تمام، لازم نقسم المقال بتاعنا لمقاطع، بعدين كل اللي عملناه نعمل رايتنج. تمام، كده المقال تم إعادة الصياغة بتاعته. نبدأ برضو نقسم المقال بتاعنا، نحط كل مقطع قصاد التاني، يعني المقطع الأولاني اهوت نحط قصاد المقطع بتاعه. الأداة قسمت لنا المقاطع بتاعتنا لأربعة وخمسين مقطع. تمام، تقسم كل حاجة قدام المقطع بتاعتها. ماشي، بحيث ايه هيبقى في شوية تعديلات بسيطة كده يدوية تضطر تعملها في كل مقطع، بس مجرد مراجعة يدوية كده هتلاقي في بعض الأخطاء شوية، ده طبيعي لان طبعا دي اداه اوتوماتيكيه، فاكيد هتلاقي بعض الاخطاء. فانت بس كل مطلوب انك الموضوع انك تعدل شويه اخطاء، ده محتاجه منك بقى شويه ايه دراسه خفيفه انجليزي، يعني الموضوع كله معرفه بسيطه انجليزي بس مش اكتر، لان لسه في تعديل اكبر هقولك عليه كمان شويه.
فالمهم دلوقتي ان في تعديل البسيط بس اللي هو الظاهر كده ان انت تقدر عليه، تقدر تعمله من ايه، من خلال المحرر بتاعك. يعني مثلا هنا مثلا في المقطع الاولاني ده، لو انا مثلا قريت المقطع اللي تم اعاده صياغته بالمقطع بتاعنا، هنلاقي بعض الاخطاء البسيطه كده حصلت في اعاده الصياغه. يعني مثلا كلمه may fluctuate slightly in weight during its shelf life، لا طبعا الحيوان ملوش shelf life، طبعا الكلمه هنشيل كلمه shelf life دي، تمام. كلمة بونص بابي ديت برضو ملهاش لازمة، تم إعادة صياغتها بطريقة مختلفة، فهنشيل كلمة بونص دي. فكده إيه، عدلنا في المقال الأولاني، شلنا كلمتين ملهمش لازمة، أو عدلنا حاجة بسيطة جدا يعني، تمام. وهكذا في المقطع التاني والمقطع التالت وهكذا. المقطع التاني طبعا والمقطع التالت دخلوا في بعض اللي هو ده ده، فنبدأ نقسمهم الأول كده أهو، نعمل مسافة عشان يبقوا قصاد بعض. وهنلاقي مثلا هنا برضو إيه، كلمة فور دوجز ديت مش ظاهرة عندنا، فناخدها، تمام. بس هنعدل التعديلة ديت، وبرضو هنا المقطع ده والمقطع ده مفيش أي مشكلة فيهم خالص عادي. بعد كده نبدأ ننزل عندنا الأداء، نبدأ برضو نحط الحاجتين قصاد بعض، المقاطع قصاد بعضها عشان إيه، تبقى الدنيا أسهل قدامك شوية، تمام. برضو المقطعين دول داخلين في بعض، تمام. هنقسمهم كده، ماشي. العنوان بتاعنا هو، تمام. المهم ان انت بتفضل تجمع المقال بتاعك، تقعد تعدل فيه السطور اول حاجة، وتعدل فيه بعض الكلمات البسيطة جدا اللي ممكن تبقى غلط في إعادة الصياغة. ده طبيعي جدا لأن ديت أداة مش إنسان بيعيد صياغة، فأكيد هيبقى فيه بعض الأخطاء البسيطة، تمام. بعد ما تخلص المقال كله، بعد ما تبدأ تخلص بقى التعديلات اليدوية البسيطة ديت في إعادة الصياغة اليدوية البسيطة ديت، تبدأ بقى نخش في المرحلة التانية من التعديلات مع أداة grammarly.com. يبقى دلوقتي المرحلة الأولى إن إحنا عملنا بعض التعديلات اليدوية في المقال بعد ما تم إعادة صياغته في أداة سيميلار كونتنت. المرحلة التانية إن إحنا نروح على أداة grammarly.com ونبدأ نشوف رأي grammarly إيه في الأخطاء اللغوية، وفي نفس الوقت برضو نقدر نميز إن كان المقال حصري ولا لأ. هتروح على موقع ebay.com وهتكتب grammarly، هتلاقي ناس كتيرة جدا بيبيعوا حسابات بحوالي 4 دولار وخمسة دولار في الحدود دي كلها. الحسابات دي قصتها، الحسابات دي انها حسابات education، جرامرلي بتدي حسابات educational لبعض الناس معينين، فالناس دي مش عاوزينها بيبيعوها، فانت تاخد حساب ب 4 دولار، الحساب ممكن يبقى لايف تايم او لمده سنه، فمش هيكلفك حاجه، 4 دولار مش حاجه يعني لما تجيبها من موقع ايباي، تمام. وهيديك الباسورد واليوزر نيم بعد ما تدفع على طول تقريبا يعني. فانت هتعمل ايه بقى بعد ما جيت عملت المقال خلاص من اداه سيميلر كونتنت، وتم اعاده الصياغه بتاعته، وعدلت بعض الحاجات اليدويه؟ هتروح على grammarly.com وتبدا تشوف المقال بتاعك، تبدا تعدل فيه، تعمل نيو وتاخد المقال اهوت، وبعدين تبدا تنسخ المقال وتسيب اداه grammarly تبدا تحلل المقال وتطلع الاخطاء اللي فيه، تمام. طبعا اداه grammarly طلعت لنا هنا حوالي 46 خطا في المقال بتاعنا. كل انت تعمله انك تعمل ايه، بعض الاخطاء بترجعها لك، مثلا كلمه ويت المفروض تبقى كابيتال ما تبقاش سمول، فقال لك ماشي هعملها كلها. طيب في كلمه سيريس قال لك لا المفروض تستخدم كلمه سيفير، تمام. فانت برضو عاوز تختار، عاوز انت شايف انت برضو بتراجع مراجعه يدويه، يعني شايف ان الكلمه تنفع ولا راي جرامرلي غلط. فساعات مثلا في الموقف ده انا شايف ان الكلمه ما تنفعش، ممكن اعملها ديليت، لا جرامرلي انت رايك غلط في الموضوع ده، تمام. عندك مثلا هنا الكوما، الكوما مثلا هو شايف انك كاتبها غلط هنا، فبيقول لك لا الكوما الصح ان تكون بالشكل ده، الستريت او الكيرلي. الكيرلي حاجه اسمها الكوما الكيرلي والكوما ستريت، انت عاوز تستخدم اي كوما، بس لازم تكون نوع الكوما واحده في المقال كله. الستريت اللي هي 2 كوما زي بعض، الكيرلي اللي هي كوما فوق واحده فوق واحده تحت، فانت براحتك، المهم تكون نفس النوع الكوما واحده، فانت تعمل ابديت اول. بعد كده معلمنا كان كلمه يو وقال لك انت عاوز تستخدم اي فيرجن من الكلمه يو ديت، فانا شايف ان الكلمه دي هتبقى اللي هو اليو نقطه تبقى احسن، تمام. شايف ان كلمه ريبس مثلا
ملهاش مثلا تعديل فتعمل ديليت وهكذا. تبدا تلاقي المقالات كلها ايه العدد، العدد الاخطاء بدا يقل معاك، فانت هكذا تفضل تعدل تعدل لحد ما يوصل معاك المقال ان ما يبقاش فيه اخطاء خالص. طيب دلوقتي النقطه ان انا دلوقتي عاوز اتاكد المقال بتاعي بقى حصر ولا مش حصر فيه، وهل اداه سيميلر كونتنت حققته حصر ولا لا. فهتلاقي تحت في كلمه جرامرلي حاجه اسمها بلاجيريزم اللي هو ايه تحديد المقال دوت، شوفه موجود على النت او لسه حصر ولا لا، فتضغط عليها فتبدا اداه جرامرلي تبدا تحدد لك المقال، تحلله لك وتشوف لك المقال بتاعك حصري ولا منقول. فلقينا هنا اداه جرامرلي بدات تحدد لي الحاجات المنقوله، قالت لك هنا ان في نسبه اقل من 8% منقوله. ولو جيت فتحت كل حاجه هتلاقي مثلا الايه بدا يعلم لك على الجمله او اللي هي الحاجه اللي منقوله، ودي حاجات بسيطه على فكره جدا جوجل ما بيركزش فيها. ممكن برضو لها حل انك ممكن تاخد الجمله نفسها وتروح على سيميلر كونتنت وتعيد صياغتها تاني عادي، مش اي مشكله. ولو ان لو الموضوع على قد جمله او على قد حاجه بسيطه زي كده كام كلمه مفيش اي مشكله خالص. تمام، بس كده. المهم ان انا بتحب تقعد تعدل كل غلط في اداه جرامرلي لحد ما يطلع لك ايه ان البرفورمانس بتاع المقال بتاعك 100%، زي ما طلعني هنا البرفورمانس بتاعي 100%. تمام، والبلاجريزم طلع برضو نتيجته كويسه معانا هنا. تمام كده ايه دخل خلصنا الخطوه الثانيه، البلاجريزم معانا اقل من 7% دلوقتي. طيب يبقى كده خلصنا الخطوه الاولانيه وهي اعاده الصياغه، بعدين دخلنا على الخطوه الثانيه وهي التعديل اليدوي لبعض الاخطاء اللي ممكن تطلع من الاداه، بعد كده دخلنا على اداه جرامرلي وبدانا نشيل بعض الاخطاء في المقال، ما خدش الموضوع مننا اكتر من 10 دقايق. بعد كده بقى هندخل على الخطوه الثالثه. الخطوه الثالثه بتاعتي ان انا ابدا اظبط السكور بتاع المقال بتاعي حسب كلمه البحث المستهدفه. وطبعا بعد ما ظبطت المقال خلاص من جرامرلي وطلعت خلاص المقال البرفورمانس بتاعه كويس والبلاجيريزم بتاعته ممتاز، ابدا اروح على اداه سيميلر كونتنت وابدا اشوف الكلمه بتاعتي ايه اللي انا هبدا والسكور اللي انا هاخده كام. احنا طبعا عندنا الكلمه اللي احنا مستهدفينها دوج جين ويت، اروح على الكيورد انالايزر وابدا اشوف احسب اشوف السكور المطلوب مني للكلمه قد ايه. طبعا الكيورد الديفيكالتي 42، طبعا احتاج للكلمه دي باكلينك لان الكلمه دي ايه متوسطه المنافسه، فطبعا المفروض السكور اللي انا عاوزه للمقال بتاعي يكون معدي ال 42. تمام، ودي الكلمات اللي انا هبدا استخدمها في التايتل، ودي الكلمات اللي انا هبدا استخدمها في الديسكريبشن بتاع المقال بتاعي لما اجي احطه على جوجل. طيب نبدا بقى نظبط السكور بتاعنا، هنروح على الارتكل اوبتمايزر ونفس الكلمه برضه ابدا اعمل لها بحث، والمقال بتاعي اللي انا ظبطته خلاص من جرامرلي هبدا اعمله نسخ وابدا احطه في المقال بتاعي في سيميلر كونتنت في الارتكل اوبتمايزر، وابدا اعمل له انالايز واشوف المقال عامل ايه بالنسبه للكلمه دي. طيب في الحاله دي طبعا اتظبط المقال وطلع السكور بتاعي 53%، والمطلوب مني ان انا اجيب 42% او اكتر، وطبعا المقال طلع اوبتمايزد. في بعض الحالات ممكن المقال ما يطلعش اوبتمايزد او ما يبقاش معدي السكور اللي انت عاوزه، فده المطلوب ايه. المطلوب في الخطوه الرابعه اللي احنا هنعملها هتضيف حاجه اضافيه، فاحنا هنا المقال بتاعنا الحمد لله اوبتمايزد خلاص والاوبتمايزد، عاوز تزود السكور مفيش اي مشكله باضافه بعض الكلمات ال1 وورد وال2 وورد وال3 وورد وهكذا، بس الحمد لله المقال بتاعنا طلع هنا اوبتمايزد، كلام كويس قوي. طيب الخطوه الرابعه ايه بقى؟ الخطوه الرابعه بتاعتنا وهي هتبقى حاجه اسمها البروف ريدنج. من اسم البروف ريدنج ده واضح جدا معناها وانا بشوف المقال بتاعي يصلح للقراءه من اغلب الناس ولا لا. في مقالات الناس بيستمتعوا بقراءتها، وفي مقالات الناس من اول كلمتين ثلاثه منهم يعني ايه بيقوم جايين قافلين الصفحه. طبعا ده بيظهر عندنا في المحتوى العربي بشكل كبير، والمحتوى الاجنبي برضه بيظهر نفس الكلام. فكرة الكتابات نفسها عموما بتخلي الناس يستمتعوا ان هم يحبوا يكملوا المقال او يوقفوه او يقفلوه او ما يحسوش بمتعة في قرايتها او ما يحسوش باستفادة منها، فكل ده من خلال خدمة البروف ريدنج. البروف ريدنج ده عبارة ان انا بجيب المقال بتاعي بعرضه عن حد محترف لغة انجليزية، ويفضل يكون نيتيف انجلش، يكون مثلا نيتيف امريكان مثلا او نيتيف يو كي. الشخص ده بيكون بيقرا المقال وبيحاول يحط في باله جميع انواع القراء اللي ممكن يتخيلوا المقال ده، فبيظبط كل الاخطاء الممكنه في المقال ويظبط التون بتاع المقال بحيث يبقى التون مناسب لاغلب القراء بتوع مقالك. تمام، وطبعا الخدمه دي لازم تعملها مع اي مقال انجليزي او اجنبي انت بتشتريه، حتى لو انت بتشتري المقال جاهز مش بتعيد صياغته او بتعمله من الصفر زي ما عملنا في الفيديو، لازم خدمه البروف ريدنج دي تبقى موجوده عندك في اي مقال عموما، لان في حاجات بتعدي على كتاب المقالات عموما بشكل عام، فالناس اللي بيعملوا البروف ريدنج دول بيظبطوا المقال بالظبط
يعني ايه بيخلوه احترافي بشكل كبير جدا، تمام؟ فسواء عملت اللي انا بقوله في الفيديو او سواء اشتريت المقال جاهز، لازم تعمل مقالك بروف ريدنج. طيب خدمات البروف ريدنج طبعا بتبقى غاليه شويه، يمكن ساعات في بعض الاحيان بتبقى اغلى من كتابه المقال نفسه. طيب بس احنا عشان نجيبها بسعر كويس ما يكلفناش كتير، بنعمل ايه؟ طبعا بتروح على موقع فايفر دوت كوم، بتبدا تجيب الخدمه من الناس اللي بيكتبوا، الناس اللي هم النيو سيلرز او اللي هم البائعين الجداد على فايفر. البائعين الجداد دول عشان ياخدوا ريفيوهات وعشان يجيبوا اراء كويسه عشان يبدا الريت بتاعهم يبدا يزيد، بيوافقوا في الاول على اي حاجه. يعني مثلا لو انت قلت لهم عاوز بروف ريدنج مثلا ل 2000 كلمه، بيوافق ب 5 دولار، في حين ان مثلا البروف بدا الريت بتاعه يبدا يزيد على فايفر، بدا يضاعف السعر بتاعه اضعاف اضعاف. ممكن مثلا عشان يعمل لك بروف ريدنج ل 2000 كلمه يقول لك مثلا 30 دولار او 40 دولار. عرفت ازاي؟ طيب فطبعا انت تخش على فايفر دوت كوم وتكتب كلمه بروف ريدنج، ماشي، وتبدا تعمل فلتره. هقول لك الفلتره اللي تعملها ايه. اول حاجه هتضغط على بروف ريدنج اند ايديتنج، تمام؟ دي اول فلتره هتعملها. تاني فلتره هتكتب السعر من اول 5 دولار ل 5 دولار، اي حد سعره 5 دولار ل 5 دولار، تمام؟ بعض الناس اللي ضاربين اسعار غاليه لا مش عاوزينها. وطبعا هتختار بروف ريدنج اند ايد، وهتختار اللغه الاساسيه بتاعته انجليزي. طبعا هتلاقي باكستانيين وهنود كتير بيعملوها، سيبك منهم طبعا، يعني لازم طبعا يكون حد نيتيف انجلش، نيتيف رايتر يعني. وبعد كده ان هتختار النيو سيلر. النيو سيلر دول دايما كل يوم هتلاقي على فايفر بائعين جداد، ماشي، وطبعا السيلر لانجوج هيكون انجليزي، ماشي. بدا يطلع لك كل الايه بروف ريدنج الجداد او اللي بيبيعوا الخدمات الجديده دي على فايفر جداد، لسه طبعا 8 ريفيوهات حاجات زي كده، لسه الناس لسه عاوزين ايه يبداوا يشيلوا الحسابات بتاعتهم، فانت بتستفيد بالفكره ايه ان هم لسه بادئين، ففي نفس الوقت سعرهم كويس ومناسب، تمام. وعلى فكره في بعض البائعين الكبار على فايفر بيعملوا نفس الكلام، بيروح يجيبوا من بائعين قدامى بائعين جداد الخدمه، وفي نفس الوقت يبيعوها بسعر اعلى، تمام. فدي الفلتره اللي المفروض تعملها انت على فايفر عشان تجيب الخدمه دي. فطبعا بتبدا تقلب الخدمات وتبدا تشوف ايه اللي يعجبك مثلا، يعني وليكن مثلا ديت اي حاجه اسمها فيها كريتيك دي مش عايزينها، عايزين بروف ريد اند ايديت. يعني شايف ده اللي هو ريفيو واحد، ده لسه بادئ، ده بائع لسه بادئ عاوز هيعمل لك بروف ريد اند ايديت، بس انت اديله ريفيو، لسه عنده ريفيو واحد بس وبايع جديد. وطبعا لو نزلت هتلاقيها هيت امريكيه، تمام، ايديت اند بروف ريد، تمام. وممكن تعمل لك ريرايت كمان، ممكن تعدل لك اي حاجه انت عاوزها في المقال. هنا بتعدل لك كام كلمه، مش كاتبه هنا كام كلمه، مش محددة كام كلمة بخمسة دولار، ماشي، بس محددة 10,000 كلمة بعشر بخمسين دولار، وتلاتين ألف كلمة بمية دولار، ماشي. ألف كلمة هنا بخمسة دولار، مفيش مشكلة. طيب دي حاجة، نشوف مثلا جيك تانية، هنشوف دي مثلا عندها 9 ريفيوهات وبتقول لك أنا ممكن أعمل لك 1,000 كلمة بخمسة دولار، وهتعمل لك هتعدل لك كل هتعدل لك كل المقال، وطبعا ايه من امريكا. شوف الخدمه الثالثه دي بقى مش جديده، ده ليفل 2، بيقول لك انا هعمل لك لحد 1000 كلمه سبيلنج، والايه سبيلنج بس، هعدل لك السبيلنج مفيش اي رايت طبعا. لا تمام، شوف حد تاني، شوف مثلا البنت دي برضو من امريكا، هتلاقي بتقول لك ان انا اعمل لك 2000 كلمة هعدل لك المقال والجمل بتاعتك والاستراكشر 2000 كلمة ب 5 دولار، وهسلم لك المقال بعد 4 ايام، مفيش اي مشكلة. وطبعا من امريكا، وهنا بقالها من سنة 2015 على فايفر، وعندها 4 اوردرات دلوقتي، وعندها 100 ريفيو، والله كويس، تمام. تبدأ تشتري الخدمة، تبعت لها المقال وتقول لها انا عاوز بروف ريدنج للمقال. لو انت في سكور سيميلر كونتنت
ما جبتش سكور كويس، بتعمل ايه؟ بتقول لها عاوز اعدل، او بتقول للبائع عموما عاوز اعدل، عاوز بروف ريدنج للمقال، وفي نفس الوقت كمان عاوزك تضيف لي الكلمات دي. نرجع تاني لسيميلر كونتنت. احنا طبعا ايه عندنا، على اعتبار ان انا ما جبتش سكور للمقال ده، ايه اللي انا اعمله؟ هبدأ اجمع الكلمة الواحدة والكلمتين والثلاثة، بس طبعا مش كلهم، ببدأ اشوف السكور اللي انا عاوز ازوده ايه في الكلمة الواحدة او الكلمتين او الثلاثة. يعني مثلا عاوز اقول لها مثلا انا عندي هنا صفر سكور في كلمة ويت جين، اقول لها لو سمحت عاوز الكلمة دي تحط اضافة لي مع وانت بتعملي بروف ريدنج للمقال، كلمة جيننج ويت برضه عاوزك تضيفها لي، وهكذا. اختار كذا كلمة ما يعدوش 10 كلمات، تمام؟ لان يعني ده اصلا مش شغلتها انها تحط لك كلمات، لا، بس بس دي تقدر تطلبها منها كفيفور او كخدمه اضافيه يعني، او كحاجه ايه عشان تبدا تدي لها ريفيو اعلى يعني، تمام. تبدا تجمع مثلا كام كلمه، حوالي 10 كلمات، تقول لها لو سمحت بقدر الامكان عاوز الكلمات دي تتضاف في المقال بتاعي، زي ما حصل مثلا هنا في الجيج اللي انا كنت اشتريتها ديت. طبعا دي بائعه كنت اشتريت منها الخدمه حوالي 10,000 كلمة ب$37 النهاردة. طبعا دي كانت بائعة جديدة في الوقت ده. النهاردة البائعة ديت بعد ما حصلت على 200 ريفيو ودخلت في ليفل 2 سيلر، النهاردة بتبيع 10,000 كلمة ب$80. فطبعا هما كلهم في الأول كده على فكرة، ده ما كانتش بائعة خايبة ساعتها أو حاجة، لأ هي كانت لسه بادئة الحساب فعاوزة تاخد ريفيوهات. عرفت ازاي؟ كانت ب$35 و$2 عمولة فايفر أو البي بال، تمام. فهنا كل اللي عملته ان انا قلت لها لو سمحت عاوز تضيفي لي الكلمات دي في الجيج بتاعتنا هنا، requirement. طبعا اتفقنا في الرسائل الخاصه ان انا طبعا عاوز كلمات عاوزك تضيفيها في المقال بتاعي، المقال بتاعي، تمام. وكتبت لها الكلمات دي ايه اللي انا عاوزها، ماشي. وبعد كده سلمت الاوردر وفي الكلمات دي. بتقول لك انا عملت كل اللي اقدر عليه to fit the keywords in، واتمنى انك كنت satisfied بالورك بتاعي. ليه؟ كانت لسه بقية جديدة ما كانتش عندها ريفيوهات، فايه اللي حصل؟ فعملت لي الشغل وضافت لي كلمات فعلا وعلت لي سكور المقال وطبعا استفادت من الاول، استفادت بالريفيو بتاعي، ودلوقتي بقت ايه بتعمل نفس العدد بكام، بضعف الثمن. عرفت ازاي؟ فطبعا بعد البحث مثلا، احنا هنا في مثال بعد البحث قررت مثلا ان انا ايه اشتري من البنت دي. طبعا بعض الناس اللي سامعين الفيديو ممكن يكون ايه البنت دي خلاص برضو بقت ليفل 2 سيلر او ليفل 1، فممكن تزود سعرها. فانت الفكره كلها انك بتدور على النيو سيلر، هنا نيو سيلر على فايفر، ويكون نيو سيلر ده من امريكا ويتكلم انجليزي ويكون السعر بتاعه $5، تمام. زي ما قلنا خلاص هنبدا نشتري من البنت ديت، لان دلوقتي في الوقت اللي انا بسجل فيه الفيديو هو احسن عرض عندي، انها تعمل لي هترجع لي لحد 2000 كلمه تعديل وكل شيء، تمام، وهستلمني المقال بعد 4 ايام. لو عاوز انا عاوز مثلا المقال في خلال يوم هدفع لها $15، بس انا كفايه عندي المقال يبقى ايه بعد 4 ايام. ابدا اختار الخدمه، تمام. طبعا نسيت اقول لك ان المقال بتاعي بعد التعديل المقال بقى حوالي 1300 كلمة، ماشي، تمام. نبدأ نطلب الخدمة، وطبعا طبعا بتدفع بطريقة البيبال أو الفيزا كارد. إيه أنا عاوز لينك المقال، فأنا رفعت المقال على جوجل دوكيمنت وحطيت اللينك، تمام. طيب وهنا بتقول لك بعض الأسئلة، بتقول لك what you really want، هنا ممكن تقول لها ان انت عاوز تضيف الكلمات بتاعتك في أداة سيميلر كونتنت. هنا بتسألك ايه الجول اللي انت عاوز او الهدف بتاع المقال بتاعك، تقول لها هنا مثلا ان انا عاوز
كده تم عمل الاوردر خلاص تمام. المفروض الاوردر النهارده يوم 5، المفروض الاوردر يوصل يوم 9/6 تمام. خلينا نشوف ايه اللي هيحصل في المقال وبعدين نكمل ان شاء الله. بعد مرور 4 ايام تم خلاص، البنت خلصت المقال، خلصته قبل الميعاد بيوم. وده كان المقال، ده كان الريكويرمنت للاوردر بتاعي زي ما انتم شايفين هنا، ان انا حطيت لها المقال في ملف جوجل درايف. وبعدين قالت لي هي انت تالت سؤال انت عاوز ايه بالظبط؟ قلت لها انا عاوز اعمل رانكينج في كلمة dog gain weight، ولو سمحت عاوز فيفر منك، would you make me a favor and use this keyword in the article as possible. خدت منها كلمتين من السكور بتاع سيميلر كونتنت وقلت لها ضيفي السكور ده لو سمحت، وقلت لها المقال بتاع 1300 كلمة وعاوز الريدرز بتوعي، الريدرز بتوعي عندهم مشكلة ان الدوج بتاعهم بيبقى هزيل او ضعيف وعاوزين يزودوا وزنه، فحاول توصل الاحساس ده للناس تمام. ده كان الريكويرمنت في الجيج بتاعتي تمام. وهي بقى سلمت لي المقال، قالت لي المقال قبل التعديل يعني، وانا قالت لي تعديلات مقال، عملت لي نسختين، نسخة فيها التعديلات اللي هي عملتها بالظبط وهوريك دلوقتي شكلها ايه، ونسخة بعد التعديلات خالص وهوريك برضو السكور اللي وصلت لها ايه. فدي النسخة اللي هي عاملاها، النسخة بتاعت دي النسخة اللي بعد التعديلات تمام. بدأت تضيف الكلمة وعلمت لي عليها، هي قالت لي فعلا انا اشتريت الكلمة تمام. سكيني دوج نيد تو جين ويت وويت جين ان يور دوج تمام. ودي النسخة وقالت لك ايه التعديلات اللي عملتها في المقال وعدلت في ايه. ده شكل التعديلات، عامل لك اللي على الجنب كده، هي عدلت ايه وغيرت ايه، غيرت الفورمات بتاع الجملة دي مثلا، وغيرت شالت كلمة يور مثلا هنا ما كانتش تنفع، هنا مثلا عملت الحرف هنا W كان كابيتال بدل سمول، هنا كلمة شيلف ديت شالتها مثلا، عملت ولا كل التعديل، كل حرف بتعمله بتغيره في المقال بتكتبه لك. او عموما الجيج بيعمله لك، مش شرط البنت دي يعني، عموما اللي موجود، لان ممكن ديت وانت بتسمع الفيديو ممكن تكون البنت دي خلاص وصلت الجيج بتاعتها غالية او الخدمة بتاعتها غالية، فيمكن مثلا تكلفك براحتك يعني، عاوز تستخدمها ماشي. فاحنا دايما بنستخدم البائعين الجداد. وعدلت المقال وظبطته لي بصراحه، ده التعديل انا خلاص عرفت انها عملت، وريتك كل تعديله بالظبط عملتها تمام. وده المقال، ده الشكل النهائي بتاع المقال. تعال نشوف بقى السكور بتاع المقال بقى كام النهارده. هنروح على سيميلر كونتنت وارتكل اوبتمايزر وبعدين نكتب دوج جين ويت ونعمل سيرش على الكلمه وبعدين نحط المقال بتاعنا اللي سلمته لنا وبعدين نعمل انالايز. طبعا لو انت فاكر السكور كان ساعتها كان كام، حاجه 40، دلوقتي السكور بقى 53 تمام. السكور بتاعنا بقى 53 يعني زودت السكور كمان عن المطلوب تمام. ولو نشوف هنا الكاتيجوريز، لو لاحظت هنا ايه الكاتيجوري، هنا جوجل ارى ان المقال ده في مجال الدوجز، وارى ان هو في مجال الويت لوس، يعني الويت لوس والدوجز تمام. ولو لاحظت الانتز هنا، الانتز هنا اكتر حاجه معروفه ايه، اندر ويت، يعني مشكله الدوج اللي هو عنده مشكله في وزن الهزيل. والكيورد سنتمنت برضو بالانس دايت تمام، دي كيورد سنتمنت اللي بدا يقراها. والمالتي كيورد خدنا فيها سكور 43 ودي حاجه كويسه، مع السكور الاساسي اللي هو ايه 53. وشكل المقال، نشوف بقى المقال هل بقى مقال حصري ولا 100% ولا لا. هنروح على اداه جرامرلي نبدا نشوف المقال، نبدا نشوف المقال مع اداه جرامرلي. هنلاقي في حوالي 26 غلط في اداه جرامرلي. طبعا مادام التعديلات تعديلات يدويه من شخص، وجرامر قال لك يعني تعديلات من حد فاهم، يعني دي واحده فاهمه او واحده عند بتعمل بروف ريدنج باحتراف، فما تعدلش وراها خلاص. كل الاراء بتاعه جرامر اللي تسفك منها خلاص، ما تشغلش بالك بيها، كلها امسحها عشان تاخد سكور عالي، كلها امسحها تمام، ما تشغلش بالك بيها. اهم حاجه عندنا نشوف ايه، البلاجرزم. البلاجرزم لسه زي ما هو معانا لحد 10% من المقال، ما نقول عليه مش اي مشكله. هنشوف ايه البلاجرزم هيطلع كام. طلع 8%، مفيش أي مشكلة خالص، وجاي من ياهو أنسرز، وجاي من حاجات تانية مش مشكلة برضه، كلها حاجات بسيطة. 2% ومن هنا 1% من ياهو أنسرز، كل دي مفيش أي مشكلة خالص من هناك. 1% من موقع اسمه بيت جايد،
طب تعال نشوف كاب سكيب. كاب سكيب اللي يجيب لك من الاخر، نحط المقال وبريميوم سيرش، جايب لك نتيجة واحدة، ان المقال ده مدعوم نتيجة واحدة برضه مش جايبش بالك. تعال نشوف ان الكمبير هنا النتيجة ايه، بيقول لك هنا بنقول حوالي 270 كلمة، 274 كلمة، واحنا فعلا نقلنا من المقال دوت. في حاجات لسه ما اتعدلتش، صيغتها بشكل 100%. لو لاحظت هيتعلم لك على الاحمر هنا ايه، حاجات الاحمر هنا مش مشكلة، امرها بسيط. وهنا ممكن كل الموضوع كله عشان تغير تخلي دي حصرية، هتحط مثلا ايه السلمون اويل دي في الاول والتشيكن ليفر دي في الاخر، يبقى خلاص عادي المقال الحتة دي جزء دي بقى حصرية. شوية الكلمات دي برضو مش مشكلة، عادي خالص مفيش فيها أي مشكلة. يبقى كده بقى معانا المقال الحصري والسكور بتاعه 53%، عدى السكور بتاع الصفحات الأولى. تعال نشوف الكيورد ديفيكالتي. الكيورد ديفيكالتي 42، يعني المفروض إن أنا أعدي الصفحات الأولى. هتلاقي النتيجة الأولى 37 والنتيجة التانية 41 والنتيجة الخامسة 60. تمام كويس، فسكور كويس يعني. ماشي تمام، وبكده يكون خلصنا المقال بتاعنا وعملنا مقال حصري 100%. كل تكلفته بالنسبة لنا كانت عبارة عن ان احنا عملنا كونتنت كيوريشن، ما خدش مننا اكتر من نص ساعة شغل، وعرفنا فكرة الكيورد اربتراج، وبعدين عملنا اعادة صياغة للكونتنت من خلال ارتكل رايتنج بتاع اداة سيميلر كونتنت، وعملنا بعض التعديلات اليدوية، وبعدين رحنا على اداة جرامرلي عملنا تعديلات برضه تردد جرامرلي، وتأكدنا ان المقال حصري بنسبة كويسة. واخيرا كل اللي كلفنا المقال هو $7 بتوع فايفر، البروف ريدنج، واللي عملت لنا بروف ريدنج هو واحدة امريكية نيتيف انجلش. المقال يعتبر المقال دخل في 1800 كلمة، وكل اللي كلفنا بس $7 هي عملت لنا بروف ريدنج. وتقدر تبيع المقال ده للعملاء لو انت حابب، تقدر تعمل بيه مواقعك، عدد لا نهائي من المقالات، مفيش اي مشكلة، براحتك خد راحتك خالص. طبعا لو انت شايف اسعار فايفر للسيو اوبتمايز ده ارتكل، لو انت دخلت على فايفر وكتبت سيو اوبتمايز ده ارتكل، او حتى حبيت تشتري مقال سيو اوبتمايز، وطبعا الكتاب مش نيتف انجلش، هتلاقيهم نيجيريين وبنجلاديش وباكستانيين، وحتى بعضهم كاتب نفسه انه من امريكا بالذات الباكستانيين. وهتلاقي المقال اقل شيء 2000 كلمه ب $20، 500 كلمه ب $10 زي ما انت شايف، كلهم هنود بنجلاديش باكستانيين. طبعا مش هتلاقي المقال مهما كان المقال مش هيوصل لدرجة ان حد نيتيف انجلش رايتر يكتبه او نيتيف بروف ريدنج يعمله لك. تمام، دي كانت الفكرة العامة لكتابة مقال حصري لموقعك او لمواقع العملاء لو حبيت تبيع المقالات دي. ان شاء الله الفيديو الجاي هنتكلم عن، هنشرح ازاي نعمل ريفيوهات لمنتجات امازون. لو انت برضه حابب تعملها لمواقعك، تعمل ريفيو لمنتجات امازون عشان تقدر تكسب من الافيليت بتاعتها، تقدر تاخد الريفيو ده لنفسك لموقعك، تقدر تبيعه للعملاء برضه. اسعار ريفيوهات امازون بتبقى غاليه وعاليه، هنعملها برضه ان شاء الله اعاده صياغه باداه سيميلر كونتنت ثم بروف ريدنج. وهنوضح ان شاء الله الفيديو اللي جاي لو السكور بتاعك ضعيف ازاي تقدر تزوده بطريقه معينه كده، هوضحها لك برضه الفيديو اللي جاي ان شاء الله مع اداه سيميلر كونتنت. واتمنى الفيديو ان شاء الله النهارده يكون عجبكم، واتمنى الناس يبداوا يطبقوا الشغل اللي فيه، ونلاقي نتائج كويسه ان شاء الله من بيع المقالات الحصريه المميزه اللي تصدر الصفحات الاولى، او انك تستخدمها لمواقعك برضو تصدر الصفحات الاولى، ايا كان اللي انت عاوزه. نكمل الفيديو اللي جاي ان شاء الله، اشوفكم على خير. ابراهيم الشربيني معاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.